عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش يكفينا كفاية ظلم وتهبيش كيف الناس تقدر في ذا الحال تعيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش وكيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش كيف قادنا صبر ومصبر كمل حيدونا كما احنا مثل ما راضيش عيشتنا تابوم خلونا نعيش قهر وغلبوم كفاية تهميش أو رجعنا لمهم ومراحة ما فيش رجعنا لمهم ومراحة ما فيش قلبها محنون وعقلها مجنون عمري ما في مشاكل انت قبالي كل رجال القريه لا ما خير ما في ما حصل مرقوق وجماعته تهجموا علي كيف تهجمون عليك ايوه وعشان كنت تثبتوا انه معي رجال احنا رجالك وسلاحك ضد كل عدو وقف ضدك وضد اهل القريه اليوم تأدبوا برقوق وكل اللي معاه نأدبه ونأدب قبائل بين يلا برقوق وجماعته تتعاونوا على مشيخه تمشي عشان كل واحد منكم يروح يجيب ما ابو يكلم القرايه بسرعه النار ولا العار كل ما يجي بالرضا يجي بمصمين بمصمين ايوه يا فندم وقال النش معترفة بالتنازل اللي وطها عمها مريوش وش تسترد المشيخة بالصميل كلام يا دبشة كلام يعني دبشة ناوية تعمل لي نثرة يعني ناوية تدبش المدبوش وتربش المربوش وهجه شامي هوش ها؟ الله يردك لي بالسلامة يا رفيق الدرب والنظام الله يردك أنت إيش تقول؟ شوف يا فندم بيرم أنا من وجهة نظري أنه هذا تهديد واضح وصريح ولازم نأخذ هذا البلاغ على محمل الجد أمس على كبرته أكيد تأخذها على محمل الجد من هو اللي نتحمله لعند الجد؟ يعني يا فندم يعني اهتمام شديد أنا لا أكيد أكيد وأنا أحب أقول لكم إنه بصفتي فندم الفلاديم ضابط الضبابيط يعني حاجة خلاص أنتم تعرفون عشان بس نشرح بأخذ كلامك هذا وأعتبره بلاغ رسمي تمام ليش؟ من باب الاحتياط والباقي علي والله يرحمك يا رجالة الله يرحمك يا رجالة يا رجالة شفا يا رجال زي ما قال الفندم وسام ذا التهديد لازم نأخذه بعين الاعتبار وعلى محمل الجد وشاكم تكونون كلكم جاهزين لأي تصرف أرعن من دبشة وزمرتها أبشركم باليوم الموعود اليوم أتي ومشيخة اللي شبزع برقو لازم ترجع كلنا عارفين إن مشيخة عد دبشة وابو دبشة صح ولا لا؟ صح من ضحايا اكلمكم اللي خايف يروح بيت ولدته من ضحايا سعدون انا سحل امس سعد اي شغله سعدون انا سليم وعمري ما اعرفهم خوف
لو دخلت البحر كلنا شندخلها معك. إني أرى رؤوسا قد عينها وعان خطابها. وإني أرى ريحة دم برقوق تلوح وتلجح في الأفق. ولا فاعن فاعن بادي. يا ريتنا مت قبل ذا اليوم. يا ريتنا مت قبل ذا اليوم. ليش يا ربي ما شليت أمانتك قبل ما حيدم أهل وام أخوة يتقاتلوا على إيش؟ على أمور الدنيا. اكسروا الباب. راسي كذب شعل اللي وطيتي. اللي وطيته مقتنعة فيه لأن برقوق وجماعته يشعلهم بالصميل. اللي كنت خايفه منه حصل. الله يهدي كذب شبث لما هديتي كل اللي وطيته. اللي وطيته أنت هو اللي ربش القرية عشان كذا قررت أصلح غلطتك. صلحي غلطتي؟ أنت تحيدي تنازلي على مشيخة لبرقوق علشان أقضي على الفتنة بين أهل القرية تحيد إنها غلط؟ واللي وطيتيه انت وشعللت الفتنه بينهم تحيد انه صح؟ صدق رسول الله عندما قال: سياتي زمان على امتي يرون الحق باطل والباطل حقا. لك حقه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وجيه مركوضه ركيض ما شاء الله. عتاوله القريه كلهم اليوم عندي. ها اجيتهم كلكم سعيد. اقول لك ما تعرف تضارب ما تعرف. ها وعصفور قالوا يا ولدي لا كمنجوز. ها سلاحف النينجا من فوق الجدار مطلع مع ابوش عصفور وطار له والزواجل. ها زقلتهم ما بعدها. لا 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 ساعدهم بين قيد الحملة. ها وكلكم كوم والمدرع هذا اللي قلع الباب واخترق البيت لحاله. هذا ما يشتغل بالساعة مثل الشوال. لا بحاجة كبار كبار. وهذا منو؟ بدي عبيس. دي عبيس؟ ما له شعرك كده؟ أتأكد من مضرابة ولا كنت عند المنداف؟ يعني دبشة هي اللي حربتكم تقتحموا بيت برقوق. اعترفوا. لا 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 ولا عرضنا عنه ولا حاجه. كلنا دارين ان مشيخته للشيخه دبشه. ايوه شيخ قريه مركوضه الشيخه دبشه. واحنا مش معترفين لا مشيخه مريوش ولا برقوق. اولا الشيخه دبشه ما حرضنا احناش. هي قال لنا وقفوا برقوق انت حده. واحنا قمنا بالواجب ولبينا النداء. ولما اتنا ما عندنا وقال ان واسعدونا على طول لبينا النداء. واحنا دائما ننصر المظلوم ننصر ما يا جهله المظلوم. لا لبيتم النداء قد وسعدونا واجب. ها مقدس تمام والله. يعني الشيخه ما زالت في راسكم دبشه. ايوه دبشه هي الشيخه. الله اصواتهم ذكرنا برفيق دربي ونضال. بس ولا نخت ولا صوت ولا حرب. يا ناس يا ناس فيقوا يا ناس فكروا. لما انت بتجلسوا كده مغلقين ما اللي بيس لكم كوفيا مسك الباكورة ومشي قدامكم وقال لكم انا شيخ صفقتوا له وصفرتوا له. الله يرحمك يا رجالة. الله يرحمك يا رجالة. بس في حاجة ما تعرفونيش وانا لازم اقول لكم. ليش؟ لأنكم ما تعرفونيش. الشيخ مريوش لما أجل القسم أتنازل رسميا بالمشيخة لبرقوق. يعني برقوق شيخ بالقانون ودبشة مالش أي وجه قانوني بالمشيخة. وبذلك
أنتم تكونوا الآن أمامي وأمام القانون معتدين على بيت الشيخ برقوق وحرمة بيت الشيخ برقوق يا مغفلين. والقانون لا يحمي المغفلين. الحمد لله أنتم قلتم أنا ما قلتوش حاجة. أنا أرى يا فندم بيرم أنه نحيلهم كلهم إلى النيابة لأنهم اعتدوا على بيت الشيخ برقوق، وبيت الشيخ برقوق مش أي بيت. يا سلام يا سلام عليك يا وسيم. نحيلهم للنيابة لأنهم اعتدوا على بيت الشيخ برقوق. بيت الشيخ برقوق ما هو أي بيت. يعني لو كان الاعتداء ما مش على بيت الشيخ برقوق، وكان الاعتداء على بيت واحد فقير ولا ضعيف ولا بسيط، إني أنا أو القانون يسمح نحن نطلق سراح الجاني؟ أبداً أبداً يا وسيم. يا وسيم يا ولدي، الناس كلهم أمام القانون متساويين، متساويين كأسنان المشط. شو كيف؟ متساويين يعني لا فرق بين شيخ ولا صياد ولا غني ولا فقير ولا بيرم ولا وسيم. دخلهم الحبس يا وسيم. يلا تحركوا الزنجان. تحرك انت. يلا كارثه كارثه. ها اشتلي مين؟ اهلهم قريه ضربون بينهم البين، والشرطه بزن زوج زربه وابني سحله وكل اللي معاهم سجن. ولا يهمك زوجك وابنك وكل اللي معاهم، عشان نوطي لهم ضمانه ونخرجهم من السجن. لكن اسمع يا عم، مش تعمل لي مثل مرام اولا، يحن قلبك وتروح تخرج برقوق وجماعته. ومن قال لك ان برقوق جماعته في السجن؟ كيف ما احتبسوش برقوق وجماعته؟ لا، الشرطه بزن زوجي زرباء وابني سحله ودي بس وسعدون وكل اللي هجموا على بيت برقوق. يعني جماعتك اللي احتبسون يا شيخ دبشي. ومالك فارحو؟ انا مش لفارحو، انا زعلان عليك يا دبشي بعد ما احتبسون جماعتك على امانك يا شيخي. ومنو قال لك انهم مش هيخرجوش من السجن؟ انا الشيخه دبشه الان شابك للقسم واخرجهم. قرن قرم غالك، والله لو تخطوا الخطوه خارج البيت لكسر راسك. ومن تل لحظه تجلسي في البيت وتبطلي مجنانه حقك اللي وصل الاهل القريه اللي وصلوا له، ولا شكسر راسك يا مريوش. الله يسر عليك، خلي دبشة ابوك القسم توطي لهم ضمانه وتخرج زوجي زربه وابني سحله من السجن. ما قلت لي ما اسمه ابنك؟ اسمه سحله. سحله؟ اسمعي يا ام سحله، ما فيش عندنا مرات ابوك للقسم. وبعدين انت امين، ما تحدش قدامك رجال وطويل وعريض اسمه مريوش الوحش اكل القرش. يعني انت شتبوك توطي لهم ضمانه؟ ابوك القسم موطي لهم ضمانه؟ انت مش بس الا امين، أمية وهبلة ومبدوي. أول حاجة شابوك لعند برقوق علشان يوطي تنازل، وبعدين شابوك للقسم أعمل لهم ضمانة وخرجهم. إن شاء الله برقوق يتنازل. طب إيش هذاك منتظر يا مريوش؟ أبوك لبرقوق. أبوك لبرقوق؟ أنت آدك بين ألك أهبل منه. كيف أبوك لبرقوق ذا الحين وهذا موضوع هامي؟ شابوك لهم ليل يكون قد برد شوية. أدي يا أم سحلان ربي يسهل الأمور، وإن شاء الله إنهن شي يخرجون. يا فيان أهل القرية، القرية فارغة، معقول عصارة شاف اللي سحفهم للبحر وماتهم كلهم؟ ومش بعيد إن ابن عمي برقوق أنا أعرفه دبور، هو مشى عليهم من هنا والعصارة أتاهم من هنا. فيانهم يا رجال قرية مرقوقة، ده صوت برقوق ابن عمي أنا أعرفه، هذا عايشه أدخل حيدة. رفعت راسي وأبليتهم بالوطن. وبرقوق قتلتهم ببطولة بسالة ضد أعداء السلام وضد مخربين القرية. ولا كان أنا مسألة كبريتك. صفقوا صفقوا. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام يا أهل القرية. خلاص كل واحد يروح بيته متواصلين على الفسدة بوم. كيف حالك يا ابن عمي؟ الحمد لله يا عياش، كيف حالك؟ والله الحمد لله. ما في يا ابن عمي، انا اتيت ابارك لك عشان المشيخه وتفاجئ ان قريه فارغه
ودخلت لمبات وحتى الناس مضروبين. كل ذا متابعتك حصل في اليوم انت؟ ايوه يا عايش مثل ما حكيت لك بالضبط. والحمد لله الفندم بيرام ما قصرش وحبسون، وإن شاء الله الأيام القادمة تسير نحو الأفضل. إن شاء الله إن شاء الله يا ابن عمي. بس تعرف يا ابن عمي المشيختاه مفصلة عليك تفصيل مثل مقميص، ما شاء الله ما شاء الله. والله أنك حرقتنا يا عايش. وبعدين المشيخة ذينا ما جبتهاش من الحراج، أنا الشيخ ابن الشيخ ابن الشيخ، حتى جدي برقوق السادس عشر كان أكبر شيخ في الشرق الأوسط، لولا جد أبو دبشة اغتصب المشيخة من جدي وجدك. على العموم يا ابن عمي لا تزعل ولا حاجة، الحمد لله أنك قدرت ترجع المشيخة. بس تعرف يا ابن عمي مضى فتح حقك يشالها بعض الحاجات والتحسينات، يشالها قعايد وفرش جدود، يشالها مدائه، نجيب لك مدائه يا ابن عمي تقرقر قبال اهل مقريه لزوم مواجهه ومتابعتك يا ابن عمي. ايوه يا شيخ كلام عمي عايش، اين الصواب؟ ابو دبشه ذا مش يكونش احسن منك يا شيخ؟ والله نكون صادقين، وانت كلامك صحيح يا عايش، اما ضافته تشالها تحسينات وتشالها حاجات كثيرة لزوم وجهها، وذي الحاجة اللي قلت عليها ما اسمها امتبعتك امتبعتك. ولا يهمك ابن عمي ولا تقلق، انا شقلب لك اما ضافته مثل مقمري شسبوك حالك، يعني اخليها تلك بمقامك ما تقلق. وطيرم قلبي ذي وجه سنم تهايم، قلبي ظناهم أذاب، أحيان في مزيدية وأحيان منها وشايم، شيبوا آده شباب. من كان يصدق أن أهل قرية مركوضة اللي كانوا عايشين طول أمارهن على قلب واحد وكأنهن أسرة واحدة يتغيرن ويوصلن لذي الحال؟ والله صدقتني يا حليمة، مصيبة مصيبة وحلن علينا. أيوة والله إنها مصيبة، الله يهدي النفوس ويصفي القلوب يا أرحم الراحمين. آمين يا رب. أما سليكة فيانها دبشة؟ دبشة؟ دبشة هي راسا بلا كلها، وبعد ما حصل المشكلة وأمها مريوش صيح عليها ويحابسة نفسها في مؤشة. لا حول ولا قوة إلا بالله، خلص شاقو محيدها. عايش ما رأيك بما أنك فلت أملك في حراج سمك في المدينة تجي تشتغل لك معي مستشار خاص؟ المستشار الخاص تبعك؟ بس والله يا ابن عمي أنا أعمالي كثيرة في مسوق وما قدرش أفلتها، بس حبا فيك يا ابن عمي ولأني ما قدرش أرفض لك أي طلب، أنا لي الشرف العظيم أني أكون مستشارك خاص. شرف عظيم ولا شرف محفوظ. خلاص ما دم سدينا من بكرة تبكر على عملك، لكن تكون ترقد بدري وما توطش زي كوندليزا الرايز. برشلونة فايز؟ موطن كوندليزا الرايز دي اللي عينها الرئيس الأمريكي كونتلنتون مستشارة له، لكن المشكلة يا جماعة كانت تسهر في الفيسبوك وتبكر راقدة. بصراحة يا دبشة أنا في البداية كنت مأمشي أختك، بس بعد اللي حصل اليوم أنا أشوف إن كلام أمي مريوش صح، وإنك تبعدن أمشيخة من راسك نهائيا. يا فطوم أنا دحين مش حسي عند أمشيخة، حسي عند المساكن اللي احتبسوا اليوم بسببي. فطوم ضميري أنبني. الحمد لله طلع معك ضمير يا دبشة. السلام عليكم. وعليكم السلام. طمنوني مريوش باك ان برقوق ولا لا؟ مريوش؟ مريوش مرتاحة ولا هم حاجة؟ نقوى كلمي زوجك. يا مريوش ما في متشي. يا مريوش قد ليل وانت وعدت ام سحر انك تبوك لابة برقوق عشان تنزع القضية ويخرج المساجين. انا احيد نحن نخليهن مليلة يبقون في محبس يذوقون مرارته، لألا وأسى لألا وأسى يبطرون حقهم من مجنانة ويبطرون يصدقون لدبشة. مريوش ما هو ذم حكم جديد في النهار قتلوا مسحل أنك شتبك البرقوق وذحين قلبت؟ ولا قلبت ولا حاجة، أنا عند وعدي شابك له بس مش الآن، الصباح ربح. الصباح؟ ما قدرش أجلس من بيتي لوحدي بدون زوجي وابني، عادنش أنتظر لما الصباح. شكرا يا مريوش. يا مريوش الله يهديك،
اللي يده في الماي مش مثل اللي يده في النار. والحرمة قتلك من الصبح وكلمنك وانت وقتها ما يصبرش تخلف بوقتك. خلاص مدام حليمة بولند وسليكة بنت قنا ونجوى قاسم قررون أنا شابوك، لكن على شرط دبشة توعدنا قدامكم إنها تبطل حقها مجنانة. يا دبشة يا دبوشة يا رب يا رب تهدي لي ولادتها وتعقل. هيا مريوش ما تشاء حتن ما تحترمناش ما تحترمناش تقصب السكر. أنا غيرت رأيي ما شابوكش للآن ولا الصباح. مش وقتها يا دبشة مش وقتها، احترمي أمك أشاني. خلاص خلاص يا أم ولا تزال. ها ما تشي يا أم مريوش. حتي ما أحسنك لما تكوني مؤدبة محترمة. ما صنف لك تدخلين بمشيخة ومشاكل حقها. ما صنف لي؟ وأذك أمس تقولي أنت أولى بالمشيخة من برقوق، ما زرع قلبتم صحن. أيوة أنا قلت ذمحك وقلت لك إنه لو ما بطلتش بمشيخة اشتبقى قرية مقسومة ومشاكل اشتبقى طول العمر، واللي قلته أمس حصل اليوم، وأهل القرية ضاربون ونصهم بمحبس. صح كلامك يا أم مريوش، بس برقوق ما ينفعش للمشيخة. أنا أعرف أنه ما يصلحش للمشيخة، لكن خلينا نهب له فرصة، يمكن يطلع أحسن مني وأحسن منك وأحسن من خي أبو دبشة، إن شاء الله يقوم بالسلامة. نهب له فرصة؟ والله لا يركض القرية فوق ما هي مركوضة. يا بنتي خليه يركضها، وقتها أهل القرية شعرفون أن برقوق ما ينفعش للمشيخة، وبرقوق ما شعرفش يتأذر بكن أنكن فشلتنا. ما شاء الله عليك يا سليك يا بنت قنا، اليوم تقولين دوران دوران. ما هو دوران؟ اسمها دورار دورار. الله يسعد قلبك يا مريوش، أش أعرف من فين تيتي بدم كلام حقك والنكت. عجبنك من نكتته هبلك واحدة ثانية. يا مريوش مش وقت النكت حقك، المرأة راعية. خلاص أنا شابوك لبرقوق وإن شاء الله ربي يهديه ويتنازل عن القضية. مالك أنت مجنون؟ شان أروح أتنازل عن القضية وأخرجهم من السجن؟ بالضبط يا شيخ برقوق، وأنا أتت لعندك واسطة خير، كل غرضي الصلح بين أهل القرية وأهله تئلم ما بينه. أم سامح ربنا شئينا. أسمع يا مريوش، والله ما تنازل لأنه نعتد على حرمة بيتي. لا تكبرش الموضوع، الجماعة ذيلة غلطون وأنا أوعدك ما يعيدوهاش. توعدنا حمس على كبريتو عندك وقتنا على إنك تروح لدبشة وتخليها تأكل وتبطل أمر باش وتعترف بشك من قرية، ولا وطيت شي وتشان الآن أصدقك. انت عارفه ما هي مشكلتك يا شيخ برقوق؟ ما هي ممشك ومسواس ذا اللي براسك، يعني مرة تقول إننا متواطئ ومتآمر مع دبشة ضدك، إذا الحين تقول إننا أخلف وأودي معك. نسيت كل مواقفي معك يا شيخ برقوق؟ مواقفك؟ والله إن مواقف مسيارة تحسن من مواقفك، أداتك مفيدة لمسيارة، ما أنت مهم أكل مواقف. واه 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 واه، نسيت لما أتيت لك للمحبس وخرجتك أنت وجماعتك، وفي نفس اليوم وطيت لك تنازل على المشيخة واشتغلت معك مستصار، نسيت ذا كله؟ والله المستعان، لكن بسيطة يا شيخ برقوق، الآن قل لي اشتجي معي للقسم توطي تنازل ولا لا؟ لا وستين لا، خليهم في السجن لما يتأدبون ويعرفون منه الشيخ برقوق. بسمعي لك نصيحة يا شيخ برقوق، الجماعة ذيلة اللي بالحبس قد هم يكرهونك خلقة، والمفروض انك تمسح الكره ذي وتزرع بداله محبه وترده لصفك، يعني المفروض انك تبادر وتخرجهم من المحبس اليوم قبل بكرة، لأنه كل ما طال مدة بقائهم في محبس كل ما زاد كرههم لك، كما قال المثل من زئل من أهل مسوق روح بلا مقاضي خاطركن. الله معك، قلك تزداد كرهن، باقي قليل ويقلب لنفسه كاظم الساهر ويغني لي أغنية قولي أحبك كي تزيد هبالتي. أصلا ما فيش كاظم أصلا، حتي عايش يا بن عمي على مشاكل انا فيها من يوم ما مسكت المشيخه. لا دعاك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عاني. لا دعاك الهم يا غالي دعاني همي همك همي همك كل ما عانيت عاني.
اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. اجتمع حالي بحالك، لا تشيل همك لحالك، حط في كتفي رحالك، انت مني من كياني. فرح فرح كل ما طابت امورك، واحزن انقاست وتكدر شعورك. كل ما طابت امورك، واحزن انقاست وتكدر شعورك. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد، خلينا في هم واحد، لا تجز هم ثاني. بحرنا والبر واحد، حالنا لو ضاق واحد.